الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام كبعد رنتي آدي آد أيان وغفر حسنهاي إن أنكسوا قيب قلناه قرهان أنا وأنكسوا قيب قلوا حفل الله سمعين يا مساجد فريتان كيس حفل هذا بدن أيادتك إسوية مادان لكن وحان أران كرنا تنوامده وقيمها بدن قري إلهي أولا لسيد اسمه إيا فريتانكي ووحاد قيمة بدن قفك مؤمنك قلبك سنة قيمة وين كله إسلام كان أهمية وين كله وحان أران كرنا مركا لأن هاي انتي كقيب قادتي مساجد كان اسمه إيسا وأما حوالا إيا مال وقيم قادتي أما كلمة دودة إيا قول كوضة وقيم قادتي أما بني إذا كتش على وحانو لأن هاي إلهي هاي كأمال مريم في ميزان حسناتكم من الله يالو مساجدكو هي مساجد وقارهان مقعو المسجد مركي ليرهدو وحكوت السنة يا مكان الصلاة إنو يهي ميل صلاة لقوتو كذا إنو يهي ساز وحكوت السنة يهي صلاة دونا مركي لغا صوتاقو كلمة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مركي لغا صوتاقو واجب كواد يقف كمسلم كواجب يا وصلاة سيدوك العلماء وحير هذان وحا أقود بيا وقف كفريه سكبحة نوى صلاة وقف كهدو صلاة كتغو إسلام نمدي سي وحبق عنتكم هاي آد بي مرك أهمية وين أولا هاي إن أماكن مرك الله سمي يقونية ولا قلت كذو وشيء مهم وين أوله تذكر مسلمين تا إسلام كان مهم وين كله صلاتنا وحي كم تهاي عبادات كسي جماعة لو قلتو كلي كلمة يا جماعة لو قلتا ميلا إسوية ما ذو جماعة هان لو قلت عبادات وين لهلا ومساجد سيدا درتيد أي مساجد وحي تهاي أما كنت إيو مواقع ذا ميشا أغو شرفت بضن أغونا فضيق بضن ربنا أغو تشعلي هاي سيد النبي قبا كسبناتي صلى الله عليه وسلم حديث صحيحة والنبي قل لي هي أحب البلاد إلى الله المساجد بلاد إيو ولولك لولك اللوجي ذا لولك مواقع ذي سئي بوسسكي سئي أجزاء ذي سا ماشى إلهي يوجع لي هاي ومساجده سببتنا ومحي وقري لوغو تلقلي أو لو خصيصي عباده إلهي إن لغو عابده وحكالا لغو مقبت وحكالا لغو مقبت قري إلهي عباده ديسة لوغو تلقلي أو لو دياريوي ولأجل ذلك وحال لغو مقعابا مساجده بيوت الله إلهي قريه سي قريه ألي وشرف بي كتو سنسا شرف يا قيمة وين أي كتو سنسا قف كمساجد كإيمان يا صلاة وإيمان يا أما علمي كده جي سنة يا أما الدين كي كبرنا يا إلا مساجد كساس الله لسي إن صلاة لقوتو كده إن قرآن كي لقو برتو إن علمي كي لقو برتو وإن لقى فإيدي عبادات كاس كل قدوة وضع عبادة وين ولأجل ذلك النبي هو أبي الشارين يا دتك أهل مسجد كا والنبي حليه صلى الله عليه وآله وسلم حديث هذا ليرى قيب كم إذا هيد أي النبي حليه صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم مجره ضد إسوء إيمانية ما لا بدن بلا إسوء إيمانه ما لا بدن ولا إسوء إيمانه إسوء إيمان شبه بدنه ولا دليلي
لكن مد إلهي رالق كيه وطن وكلاء. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله دتكم أكل مان قري إلهي قريه سكمدة قري إلهي ومسجد كاللوجيدة قري إلهي قريه سكمدة دتكم أكل مان وحكل مياي محيتهاي دينك يذيبي برانيا يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلهي كتاب كسي قرآن كي أي أخرين أيان وإصبر أيان أما هل نقضي وحال إصبر أيان لفدي كيسي حفدي كيسي أما هل نقضي علمي كيسي حكم كيسي آدابتي كيسي متكستيون نقطبا وحويا غلط كاسبي إسوي مادين إلا هدي جيران محيها الأيام فضيلة ضبلاك نزلت عليهم السكينة وحي إلهي كسر دجيا سكينة يدقنا شو يول ولا الآن أنت أي موقعات شوغان حقيقة مرق قاركود وحاني راه هذا قفك رباهي بل هجر ربو إساقو هموم فربضا إيا مشاكلة يول ولا أكفر يهي ما إله إلهي دين كيسي علمي قلبوها يهي مساجد هدو يمادو أنت أو شوغو وكرا حيسن سببتوا محي نزلت عليهم السكينة سكينة هي دقنا شو هي إطمئنان هي والولآن أنبا إلهي كسو دجي يددكاس وغشيهم الرحمة إلهي نحريسي سنوي دبوشا ويكون دكتاه وحفتهم الملائكة ملائكتي إلهي وصمد كسو دكتينا ويسكو وريجساه ويهراريسا وإلى لنيسا والشياطين هي وحدبة وعمل كذا يكشران كقصه كفت قال لي وكوسواسية كإلالنا يا وذكرهم الله في من عنده ربنا وحكشيغا دتك أمان تودا ملائك تسرب في الملأ الأعلى ونذيق مركا كاورهين وفضيل آد يا آد أوين إن دد سوي مادان بيتك إلهي بيت إلهي بيودي سكمدة يغو غلطك إسوه إيمانيا وفضيلة آدي آدوين وان ملك لحنتي لغهل كريم مسجدك موياني ولأجل ذلك مركة مسجدك يعني اسمه سئن لقصة ووليبا لحقاجيه ونظافة دي سلقود داله ولعمره أيا وحيتها هي تتك مسلمين وحيالها أولويات كودا ومهمك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مركو كسو هجرو ذي مكة ومشركين تي قريش ذي نبي صابحيين ومسلمين تي ومدينة يمي وحي أوه الرئيو النبي وقو بالله عمل أهي وحي أهي لسمها مسجدك انتونا مقالة مدينة سوقلين مين اللي يري هذا قبا مسجد قبا لقو مقعابة هذا منطقة داس أيو النبي قدقي لبو أسبوع المونة دقنا يوحلا مدح مركب مسجد بكاب الله صلوات الله وسلامه عليه مسجد قباء مركب مدينة وريقين مسجد كسو النبي قلنسى صلى الله عليه وآله وسلم وأنا قحوا لي رأيين صحابته وأنا قحوا لي رأيين انتان هذا أنك عدد كيبو يهي وأنا قحوا لي رأيين وأنا قحوا لي رأيين ومع ذلك ويدسين أيها قال لسي مسجد كي صلوات الله وسلامه عليه iyagoo dhagaxyada dusha ku soo qaaday garabkooda ku soo qaaday masjidka magac leh oo masajida ka marti ka magacaaban oo salaada lagu tukadaahi nabiga sallallahu alayhi wa sallam oo ku sheegay inay masajida kale ka ziyada badan tahay kun salaadood inay ka badan tahay oo nu aadno ziyarada ugu tagno inagoo rabnay inaanu fadiilada xasilino muslimiinta gacantooda ku dhisay marka haajiguna wuxuu yiri waxa dhis maxaa xaafada laga dhisay haniin lakum man laana marka xaafada dadka degan jazakumullahu khayran fadaishi sana waxa kamid inuu nabigu yiri sallallahu alayhi wa alihi wa sallama hadith uthman ibn affan oo nabiga ka warinayo nabiga kan maqlay buu yiri asagoo leh man bana masjidan yabtaghi bihi wajha allah بنى الله له مثله في الجنة قفكي مسجد لسه مسجد كاسو
وإلهي سبحانه وتعالى وجهيس وكدوني يبتغي به وجه الله سجد والله لساعات بل والله لساعات لكن مرر فرمضان وحال غيابا دتك قاركود إني كجرته هل لغو أمانو مسجد كي هبل هل يرهدو هبل بعد لسي مسجد كاس ساسو كلا هدي قفك كجرته أجر مرها أجر نكو أمام كمام مضانيو لكن المسلمين تيبا كو انتفاع ضي مسجد كو لسي وحال الرمانية وناكسن لغو لسو وإخلاص إيكاتهاي وحن إلهي درتي هاينا إلهي ما أقبره قف كي مركب مسجد لسا مسجد كياس لأن اسمه سؤول جيدا ابتغاء وجه الله إلهي وجهي سبكو دونيا إن لغو تكدو لغو عبادة استو علمي لغو برتو ضاعدي إلهي لغو فليو ساسو لسي أجر كيسية ثواب كيسنا إلهي بكدونيا قف كسيداس وكاليتا وحال لغو أمال مريا إن جنة غوري لوغانس جنة غوري لوغانس ولأجل ذلك علماء وحيرة إنك جنة غوري لوغانس جنة وقليا إلا غوري لوغانس وفي غوري جنة لوغانس جنة وقليا وحانا كم إذا إنك بيت إلهي بيودي سكم إذا لسا بركة علماء حديث كشر حيان من بنى مسجدا ذات كان نحوها يقرن يا كلمة مسجد ونكرة نكرنا وحويا وبلارتا وعام عموم بفائديسا مركا وحاسو قليا أما مسجد كهوين هذا أما مسجد كهير هذا مربا هدو ملعون مسجد يا عبادة يا صلاة الله وقلت لك لي هدو يا هي قف كيد لساهي أجر كاية ثوابك وهلية رويالها قار كود وحيكو دران ولو كان بمفحص قضاة قضاء حويا وقيب شمبرها كم بذا مركا ميل يربو مركا انتحار حارتو أي أكمه سئيو أي أبت كي سنكتا وكد الفريستا ميل مركا شمبر أو المنكتا بهن غضها دو دونو أجر كاية ثوابك ولي ميل شمبري المنكتا لغو متو كنكرو صلاة قفنا مقادو هل قفنا مقادو لكن علماء مركا شرحيان وحيرا ذا وحي كسورة قري كرتا مركا لا إسو كالما إستو وإنت يدانو مركا هذا إسو قطقنو ونوال با قدري إنت شمبري المدقاتو وكالأو نسو معاك صبحية بس إذا وين بك صبحية صوما أجر كي مركا والا ودا ودا أكسانية مركا رنتي أجر آدي آدي وين oo gaaray in qofka guri jannada looga dhiso waa wax lagu kala tartamo waa wax loo kala hormaro waa wax nagu bixinaya runtii nagu bixinaya damac badan oo jannadii maartii muxuu ahaan damacno waliba amal yar laga yaabo inuu maartii muxuu ahaan ku helno saa darteeda lama qursado wixii lagu bixinayo masjid ismihi haba yaraadeen أديك أكثر ذوي كير يهين لكن إلهي أكتيسة كما يرى هدين يد ونكسن تهي إلهي أكتيسة كما يرى أجر كيدون ما يرى أنا يو نفعي أي كيني دون تنا وحويا وويه آدي آدم وويه مسجد كان هذا مركه روا يرى لكن هذا ما شاء الله آدي آدم وبلارتي وأنا جهدي جينا يد ذلكينا أنتي مركك جيسة أنا وحنا ولا نهاية الله هذا الله وبركاته نيادونا الله وهجاتيو أجركونا الله وينيو جنادنا إلهي سبحانه وتعالى بريا بضن هوا قدسه يانا لقى عجسين مساجده وحوي ولو بهن يه مقالة ذن وحن شو جي أناو إيانو مساجده أي وحيرا فرق كتير سايتا هاي مساجده كت الله أي وحيرا فرق كتير ستا هاي دتك كتو كذا هنا وحلا ترين كرو أيقونا وبوحين يدين أيقا aya hayeen walilahi alhamdu muslimiinta aad bay u ballaarteen wa waxa aad runtii lagu farxo aad bay u ballaarteen way bateen masajidii waa buuxdaan kuwi hore waxay u baahan yihiin in la ballaariyo la weyneeyo meelo badan oo masajid lahayn in masajid laga dhiso ayay u baahan tahay aisha nabiga ka warinaysa inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam uu amray in masajid laga dhiso fi duur
وحافظها لدقية هي ينالها المساجد اللي قد يسوى ما لبضنا لدقية هي باجرة والمساجد لها صمع يعني ذاتك مركة لسوق يعني مساجد مركة أي كاهتمامان أو نسان أو بديان رنتي وذاتك مسلمين تا قرانا يا قيمها ومسجد كلية هي هي أهمية وقفك مسلم كأولية هي مركة اللي يسوى لسبيه سكرية مايا لسبيه سكرية مايا مسجد كيوحوبة هي هي وحي الله نسينا يكموغضان إن لا عمره يا عمره مؤمنين تا عمرتا سيدي إلهي بقران كوكو شيغي تاتك مؤمنين تاهو إلهي رميسا أو عباداتك إيو حق إلهي وآد لوي يهي إيقون بعمره محال لقو عمره صلاة جماعة دي بالو عمره وإن لي مادو هدي مركا أنو قريها إسكفر يسنو وقريها أنو سيغتو كنو مسجد كسو بنانان مايو عمرتان كي ملها وإن لعمره ولوت كذا ولا سبوحية وشعائر الإسلام كياد وموقتا وحاكلته عمريتان كيس كمدة إن محوها علمي هي قرآن كي لقبرته وعلوم دي ويشو جاني هي قراء دي قرآن كآخرين يصير حفاظة هاي أدل لقبرته وضد جر يدد وين أنت ولا ولا برتو يا الله إلهي سبحانه وتعالى ونقول نعمي وحاكمدة دينكم مدي بضنا حرج يلمن مره وانا لو وضا برنكرا قران كان ولا وضا برنكرا قف يري قف وين ولا وضا برنكرا وهدي او جو انجرو او نيدي جرتو وان جو ان كو قادنا ان القران كبرنا وبرنكرنا حقيقه علمي كنا وبرنكرنا صحابه النبي رضوان الله تعالى عليهم اجمعين ايغو وحا ويان دد شيخ وقت الاله ايغو دد وا وينه أي صو إسلامين هذا القرآن كنا وابرتين علمينا وابرتين علمينا سو جوريين والنبي كان نوجا سو جوريين كتبته نوجا بوحة ونكبرنا إنه نخسرنا قف عن دين كبركرني ما يشرو بركة قف ير يقف وين رجيا هوان با إن أنا وضا برنا وعشينا لك دوني مسلمين تكلون نجاه الرسالة والكودي وابوتين علمي ونوس هو قد بيين anagu maanta na agyaala ummadaha naga dambeeya anaga la rabaa inaan u gaarsiino oo nu diinka gaarsiino qofkuna wuxuuna aqoonin ma gudbin karo nabigeena wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ballighu anni walaw aya hal aayada ba han noqotee iga gaarsiya mas'uuliyadaas marka inuu qofku aad iyo aad u dareemo waa lagama maarmaan hadda ka hor baanin نن طلبة العلم أهم ولا شيء كي سنيني بوق سي شيء لما كان ولا دلها تبليغها سو أروريا دتك مساجد دكو سو أروريا دل بي سوق كسو أروريا عامة أهم وحب جرنين مركز المساجد تكينين أي وحيرة ذي ما يكمل إذا استاجي دتك وحشك وعدي دتك واستاجي مركو استاجيبو وحوشيك جروي ورقوي وهم ولا نعم مركا نكي إيش يجان ويديو حن يقول له أوه مجرن مركا سويري وخجلي مايا نوين خجل لما أويه ما خجلين ماشي مركو استاجي أيو وحو أركي دتك يهرتي سوى ضفرية وسوى ذئية وحو دريمي dadkaasi inay u baahan yihiin cilmigiisa iyo wuxuu sheegi lahaa waxna farq kuma hayo markaas wuxuu ogaaday taqsiirka uu sameeyay iyo mas'uuliyadda saaran weynankeedu intay la'eg tahay laajli dalika bakka saasu laboy marka inuu qofku dareemo inay mas'uuliyadda diinka ka saaran tahay oo diinka inuu faafiyo ay waajib ku tahay oo gudbiyo inaannu wada dareenno دين كان أمبرنا هو على جبهة ماربان وأنا وح مساجد كالورد الساي سادرت إذا وحن آد ياد سوق بورينينا مساجد كتعمير كسوا حكم إذا علمي جا هلا جفاء إذا يستعلو مذا ويجوعان وعكلا النبي والنوشة جاي صلى الله عليه وآله وسلم آخر الزمان ك علمي جا إن للرفع دونه وعلو مذا باب إدونان وقفكو وح علمي كبرتو كيدون ينو علمي برتاه علم علمي كبرتو وانا قرنين
بل أسقى علمي لصو دون دون. ولأجل ذلك عبد الله بن مسعود وحال قوريين ويري تعلموا هذا العلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه. والعلم قام برتا أحد أذنك إذن كم ذهن مؤغا قرما لو باهن دونا والغو باهن دونا. ودما وحان جوغنا دل أن مسلمين هي أي جو مسلمين أهين أي جوغان قف كم ذهن لغي بينه كوي ماذا مسلم مياتي ها دينك وحيق شيك واحد كشيك تهدد قرأت وشيك تهدد قرأ ويسيدنا وعيب إلهي أكتنا عيب بيكتهي مسلمين تأكتو دنا عيب بيكتهي مسؤولية دادين وضيع ضي تانا مرك وحوين آذي آد أيان سقوب بورنينا مرك مساجدنا وحوين فضيق دو آد بأوبا دي هاي يعني أن كعجيس إنو حوين مسجد كوحل قدر صلاة وصدقة جارية وفكم مركو انتو عمل كي سقوه صدقات كصوص عدو جارية أيو كم دي هاي مسجد كان اسمه إلا وقوم عباده تانا آذي آد هلو قد دالو سجدي قارنا وقبيو meela badanna waxa weyn masajid baa laga rabaa kuwa in la ballaaliyo la rabaa ka naftiisa iman doono insha Allah taala waqti uu dadku inta ka qaadi waayo intu qaadi waayo u baahdo in la ballaaliyo dhulna waaba haysataan alxamdulillahi ilaahi mahdi baraka Allahu fiikum marka waa soo gabagabeeyay.